تلفيت انا اشهد وانتبل حالي داري. يالله يا رب. عيال تعالوا اللي ما تغدى شبورة. بسم الله لهذا الدليل. ورب خلنا ننقص منه شوي. حلوين ننقص منه شوي عشان ايوه يا عيال. يا اخي نادي العيال يا ولد. وين الزعفران؟ الزعفران طلعتنا امس. الله يهديهم ذا العيال يحوشون الزعفران ما يدرون. نحط شوي ويكفي. المهم اطلع لي واحدة نفسية. المهم احطها فيها الربع. والله العظيم انه يوم واحد اللي هو امس انه ما بقى فيها حبة. خذيت ذا والله ما هو بكلمة اني شحن عليهم به. لكن خلني احطه من القهوة. اجل يحطون البريد يحطون فيه نص زعفران. يسمون الزعفران انه هوين. اصبر عويدي حط مع عويدي الكرك. والله ما بعد حطيته بس اني بحط شوي. واصبروا اي الورق. يا الشاهي وينه؟ يا ليل شفتوا؟ اديت عزبتي البارح وفقدتنا كلش. فقدت انا الورق السكر. لا ودك تقول لهم لا وهديت الكوشن ضيعوه. اما لو هم يردون جاي الكوشن فداهم. يا غايب عني ترى للبطالوم لا شافتك عيني ولا جبت طاريك. اسأل كثير الصبر يمكن يجي يوم تلفيت انا الشاد وانتبل حال داري. يا غايب هم عقبها الختامية الحلوة وشي اللي هي ذي. وين الباقي؟ خذوها دله. وين هي اللي صلحتي؟ ولطيف خزي. بتكونون ذا الحين ذا وش كومه؟ باقي السكر. خليني اروح اعبي ذي سكر. يا طارق يا طارق طارق عندك سكر يا ولد اللي ما تغدى الشبوره ولا الام الطيبه. العيال وين غدوا؟ بالله عندك سكر؟ فاشت الاضرار منا المدامع في العيون كل ضلع فيه ون. إيه كل ما فاضت عيوني فاشت الاضرار منا. لا اله الا الله ما اشوف الا القلب. خلنا ننقص شوي عشان لما انفارت
ما تلعب فينا. حلوين قولوا حلوين. هم عقبها السكر. السكر. ثم عقبها ذية. يا لطيف يا لطيف. يا غزل علقل واسمي في قلبي وراح يحسب اني مثل ناس تضيع حقوقها ما دار اني صاحين للهجد وللصباح وتذكر صورة غايب مخلوقها ومباغي ترميها رمية عدوة كان طاح بندقي ترمي المنايا وانا ما بقاها ويا قريم فريد وحوش تواه بسن الجهناشي اقبل يدوش الضماير دوش كانه يوطي على جاشي يا ريحة العام برا المعشوش يا قضيت البيت والله ما ادري وش اللي عقبها. ابعلمكم يا الربع بسالفه. والله يا الربع السوالف انها واجد. لكن انك لما بغيت انت لما بغيتها تبيها انها تنطح حجمه. واغلب السوالف اللي ودي اعلمكم بها الظاهر اني جد علمتكم بذي. هذا اخوي عبد الرحمن الله يجعلني فداه. احب دائما قصصه لا منه روق واستانس. كل قصصه عن الذيابه. اللي اخوي عبد الرحمن. بعدين القائه في السالفه خليك تنسجم. يعني اخوي عبد الرحمن لما انه اعطاك السالفه استمتع بس تعيش اللحظه تقول سنك مرن انت الذيب ومرن انت الفريسه. فالله يجعلني فداه ويجعل ربي يطول عمره وهو اخواني كلهم. كذلك اخوي فلاح لب والله تبده اللي اعطاك السالفه. اخوي علي ابو دحوم امسي عليك بالخير واقول الله يجعلني فداكم كلكم. الله الله. المهم بعلكم سالفه الذيب. وهو يا الرجال يقول هذا رجال جاك الرجال وكان يشتغل له عند عرب. انتم معي؟ اللي اعلمكم ذي الحين ترى القصيده والله اني ضيعتها. اخوي عبد الرحمن حافظ القصيده وان شاء الله اني بكلمه وبقول علمني بها. المهم جاك الرجال وكان يشتغل رايح يشتغل لا بحال الفقر. الفقر لاعب في العرب وموجعهم ومشين حالهم. فالمهم جاك الرجال وهو اللي يروح قال ويجي عند عمه اللي هو يشتغل عنده. قال يعني طبعا هو الرجال يعني في ديره بس ان الرجال اللي يعطيه الراتب يسمونه عمه. المهم ويجيه زد الرجال جامع له خير ومبطي من اهله ومبطي من مويمته ولا يدري وش قدامه. المهم الرجال يوم راح هو توه اظن توه معرس وابطا يعني جلس مع امرته ما يقارب 3 شهور 4 شهور هم راح الرجال يدور مراس قلبه. المهم يجي الرجال وهو اللي يروح. يوم جلس لحول 3 سنين 4 سنين. المهم ان امرته تاومت جابت لها ولد وبنت ولا يدري. يوم زد اعمار البزارات على 3 سنين المهم وهو اللي استاذن منه اللي هو يشتغل عنده زد معه خير
قال بروح الديار اطلب اهلها، وانت ما قصرت وعلمك طيب وبيض الله وجهك. وبالحين بروح يم اهلي ما ادري وش ني عليه من علم، المهم يجي الرجال وهو اللي يروح. يوم راح يا البقى، المهم يوم راح الرجال وهو اللي اي الشايب اللي قال اسمع كانك بتروح اليوم ثياني وياك، اياني وياك انك تمسي في الوادي اللي وصفه كذا وصفه كذا وصفه كذا. شو العلم؟ قال لا تمسيه، انا اخطات انت من الذيابه ما اخطات انت من الجن. فطلع منه والوادي ذا سبير مديد مديد. المهم يجيك الرجال وهو اللي يروح يروح يوم هنا، وهو اللي يواجه له واحد يعرفه كان يسن السكاكين ويصلح له السكاكين. يا فلان وش علومك ساك طيب؟ عرفه كل منهم عرف الثاني. وينك؟ قالك رايح. قال والله رايح لعيالي. قال انت ما دريت؟ قال شو به؟ طبعا ذا يمر الديار كلها. قال ما دريت انه جاي عليك ولد وبنت؟ قال شو؟ قال جايين عليك ولد وبنت. يوم قال جايين عليك ولد وبنت فلا عاد مسكته لو. المهم قال تعال تعال خليني بعط معك سلاح معك شيء انت تمتنع به من الذيابه ولا احد يجيك. قال ما عندي شيء ما بش. المهم يجي الرجال ويسن له لك السكين، يعطيه السكين اللي هو سكين ابو الاحراسي مع الجهتي. المهم يعطيه اياه هو اللي يروح. ويروح الرجال ارحب يا ابو. يوم راح الرجال سولف مع الدلال. ها؟ تعال يس بسولف عليك. تعال. أبجيك أجل. أبجيك. قطعت السالفة بس وخربتها وبتروح. أنا عندي دلتن بروح أشوف أخبارها من تعبانة ومن التالي ما أدري تكح ويطلع منها هيل. بروح أشوف مشكلتها وبجيك بإذن الله. وما أدري عاد الغور يا رب طيب ما في حرارة. ما فيه خلاف. غير الدلة بس تعبانة. ها؟ الدلة تعبانة شوي وريعاتها في نجيلات. ليه تعبانين؟ اي والله تغير جو على بزارات. ايه لكن ابي اشوف انا الدله وضعها كيف، ان كانت طيبه بخليها تسير معي زين. يا الله يحييك. ما ادري وين وقفنا فيه. اي المهم جاك الرجال وهو اللي يروح. يوم راح له مع غروب الشمس اللي هو في نص الوادي اللي محذر منها الرجال ذاك. يوم هنا اللي مكلش عليه جلده الرجال، الرجال لما انها في حاجه كلش عليك جلدك منها، لا صار حولك داب ولا حولك ذيب ولا حولك جن، تركز شعر يديك. المهم انا تركز شعر يدي ذي الحين. المهم ويجي الرجال استوحش شوي الا يسمع صفير عند ذنيه. اي شيخ